الخالدة. فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته من هنا من ميدان الهباب لسباق الهجن، أحد أفرع ميادين نادي دبي. ننقل على حضراتكم وقايع سباق صباح هذا اليوم الذي يصادف يوم السبت بتاريخ 17/8/2019. حركة الشوط الرئيسية بدأت مع هذه الحركة الأولى لفئة الأبكار المفاريد لمسافة 1500 متر. ترحيبنا بكل الحاضرين، ترحيبنا بكم مشاهدين الأعزاء أينما كنتم تتابعون هذا الحدث. بن معدن على الحدث الأول، بن معدن من يقود المسيرة مع مهابة عبد الله بن راشد بن معدن الاجتبي من يقدم لنا مهابه بالمركز الاول، يتليها ضج على المركز الثاني محمد بن مبارك بن محمد المطيوعي. ضجه خطيره للغايه، ضجه يا ما سوت لنا ضجه في هذا الميدان قبل 15 يوم. المركز الثالث ارى ايضا هناك فرصه، مطر بن علي بن غدير بن محمد الاجتبي، والقدوم ايضا من قبل الشاهينيه عبد الله بن عبيد بن سالم بن عبيد الظاهري، اسم قادم الى المعركه، اسم نازل الى المراكز الاولى. يلا يا بن معدن خذ حذرك، خذ حذرك من ضجه، خذ حذرك من ضجه صاحبه الاشواط الرئيسيه، صاحبه الانجازات بدات تقترب من الانجاز. بن معدن صامد، بن معدن صامد مع اللي هي مهابه عبد الله بن راشد بن معدن من يقدم لنا مهابه، وضجه المطيوعي قادمة ومهابة صامدة، مهابة صامدة. روحت بالناموس الأول، روحت بالناموس الأول، شوطها الأول الناموس الأول مع بن معدن. صباح الخير، صباح الناموس يا راعي مهابة عبد الله بن راشد بن معدن. ليش تبي نهنيه على فوز مهابة بالمركز الأول وعصاها في الأبطان ان المركز الثاني للظاهري، المركز الثالث المطيوعي، والمركز الرابع فهناك الراعبه العيسى بن بادي بن حمد الغفري.